عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مسز عبير سمير، أهلا بكل أعضاء صفحتي التعليمية وجروب التعليمي على الفيس تعالوا نتعلم صح مع ميس عبير، وكمان صفحة التخسيس ووصفات الدايت الصحية اللي اسمها هناكل ونخس، وصفات حلو، وصفات دايت حلو وحادة، ومشترك اليوتيوب فور فري طبعا عشاق الساينس. النهاردة بقى مع الطعمية، أسرار وتكات الطعمية البيتي الصحي وكمان الدايت. يعني بنحب ناكل طعميه بس بنخاف نشتريها من بره، يا ترى الخضره اللي فيها نظيفه ولا لا، معموله بطريقه نظيفه ولا لا، طب بتتقلي بالزيت يبقى اكيد حاجه هتبوظ لنا النظام الصحي اللي ماشيين عليه. احنا النهارده هنعمل وصفه الطعميه البيتي الدايت وكمان الصحيه والمفتوح بقى، يعني احنا ممكن على فكره ناكل منها كذا قرص براحتنا لغايه اما نشبع. حاجه من السعرات القليله جدا 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 اللي هتفيدنا وهتشبعنا، جنب حاجه زي العيش الطري اللي برضو عملته لكم، جنب ممكن الكريب او العيش الطري براحتكم بالشوفان وتعملوا كل اللي انا عايزاه. انا جبت فول مدشوش وطبعا نقعته زي ما انتم شايفين في الميه كده، انا هنقعه كام ساعه كده في الميه، وكل شويه انا هغير الميه بتاعته واشطفه شويه كام شطفه وارجع انقعه تاني. طيب انا عندي هنا زي ما انتم شايفين كده بقدونس انا مقطعه حتت صغيره، عندي برضو شبت مقطعه حتت صغيره، عندي هنا راس ثوم كبيره مفصصاها ومجهزاها، وعندي بصله صغيره، غير ما احنا عندنا طبعا كزبره، عندنا ملح، عندنا اللي بيحب الشطه يحط، انا ما بحبش عموما فمش هحطها، عندنا شويه شوفان، عندنا بيضه او بيضتين على حسب قوام الطعميه البيتي الدايت بتاعتنا. كل اللي هنعمله دلوقتي ان انا هسيب ده يتنقع كام ساعه زي ما قلت لكم، وارجع لكم اكمل معاكم وصفه الطعميه البيتي الدايت. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو، ولو كنت بتشوفوا لاول مره ما تنساش تضغط اشتراك او سبسكرايب لقناه اليوتيوب عشاق الساينس، وتفعلوا الجرس تخليه اول او الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، واستنوني بعد ما ننقع ده ويوصل لدرجه النقع المظبوطة عشان نشوف هنكمل ازاي وصفة الطعمية البيتي الدايت. المدشوش بتاعنا خد نقعته كام ساعه في الميه، كل شويه كنت ببدل الميه اللي هو منقوع فيها وبشطفه كام شطفه وارجعه تاني في ميه نظيفه جديده. دلوقتي خلاص انا غسلته اكتر من مره، صفيته كويس جدا من الميه اللي كان منقوع فيها، وبقى جاهز معانا دلوقتي وجاهز ان هو يتضرب في الكبه. طيب انا هضربه دلوقتي في الكبه، طبعا لان الكبه بتاعتي صغيره هاخد جزء وجزء حاجات بسيطه، هاخده في الكبه اضربه، ومعانا راس الثوم الكبيره اللي قلنا مفصصينها، معايا الخضره اللي هي كانت البقدونس والشبت، ومعايا كمان بيضه او بيضتين حسب الاحتياج حسب ما العجينه تلم معايا، ولو احتجت شويه شوفان هحط، ما احتجتش خلاص، والبصله الصغيره. هضرب كل الكلام الجميل ده في الكبه وارجع لكم تاني لما تتحول لعجينات الطعميه اللذيذه بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين دلوقتي يا حبايبي، ادي الطعميه الحلوه الدايت الصحي البيتي اللي هتخش الفرن. انا طبعا حطيت شويه كزبره ناشفه وشويه سمسم فوق الوش، وكيست الباقي في اكياس ثلاجه سواء كيس عادي او اللي بيتقفل، وفرخت الهواء منه عشان هيخش الفريزر لوقت ما احتاجه اطلعه واضيف عليه التوابل واضيف عليه او الملح يعني والكزبره، وابدا ان انا ادخله الفرن معايا. طبعا دي صينيه عليها ورقه زبده عليها شويه دقيق شوفان عشان الطعميه ما تلزقش. ودلوقتي زي ما انتم شايفين النتيجة الطعمية الصحية بتاعتنا. طبعا احنا ممكن بدل الفول المدشوش نحط بسلة، نحط حمص على حسب ما انتم عايزين براحتكم. ادي الطعمية الجميلة اللي معمولة في الفرن، اتفقنا ان لازم تحت في الارضية اخلي بالكم نحط شوفان كتير
دي شوفان كتير عشان ما تلزقش معانا. طبعا انا قدمتها دلوقتي مع عيش الشوفان الطري، عيش الصاج، شايفين طري قد ايه ما شاء الله حلو جدا وجميل. وصفته انا عملتها ومجهزاها لكم وهحطها لكم ما شاء الله. بص عيش طري من الشوفان هقدر ان انا اعمله اغمس بيه وكل حاجه، ويبقى دي بديل صحي ما بدل العيش اللي احنا قلنا بيرفع طبعا، بيزود في الوزن وبيخفض في المناعه او بيضعفها وكمان بيزود الوزن. يعني بصوا ما شاء الله العيش طري عامل ازاي، انا بوريكم بس اهو. عيش طري جدا، طري اهو ولا مش طري؟ عيش طري ما شاء الله معمول بالشوفان، يعني جميل وزي الفل اهو من الناحيتين. انا قدمته دلوقتي هحط اهو وصفته، على فكره انا صورتها في فيديو بكل تفاصيله وتاكيده وهنزلها لكم ان شاء الله باذن الله قريبا على القناه، قناه عشاق الساينس. قدمت هنا مع شويه جرجير، شويه خيار، شويه جزر، شويه فلفل، وهحط الطعميه بتاعتي. هبدا ارصها كده. طبعا احنا قلنا ان احنا من تحت كده انا بضيف الشوفان، دي الشوفان في الصينيه، وحطيت ورقه زبده وحطيت شوفان كتير علشان خاطر ما تلزقش منه. ادي الطعميه الصحيه ما شاء الله عليها، شكلها جميل جدا، شايفين عامله ازاي، حلوه قوي 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 قوي. دي بقى انتم مسموح لكم بيها تاكلوا لغايه اما تشبعوا معاها من العيش الصحي بتاعنا بالشوفان. والف هنا وشفا. لو عايزين تحمروها او تقلوها يعني في زيت عادي، دي متحمره يا جماعه في الزيت اهي، شايفين شايفين الشكل. براحتي بقى، يعني انا عملتها هنا بمعلقه، عايزين تعملوها بمعلقه الايس كريم ماشي، عايزين تكوروها بايديكم ماشي، لكن دي انا عملتها بايديا وبططتها كده وحطيت فوق الوش شويه كزبره على شويه سمسم، هنا حطيت شويه وحطيت مع العجينه شويه كمان. معلومه ان احنا لما بنيجي نحط الملح او البهارات اللي انت عايزه تحطيها، عموما هو انا حطيت ملح وحطيت الكزبره بس الكلام ده واحنا خلاص بنقليها، يعني الكيس اللي انا فرزته في الفريزر ما حطيتش عليه ملح دلوقتي، تمام كده. يبقى انا هحط الملح وهحط الوش ده سواء سمسم او كزبره وانا جايه بقلي خلاص او بحطها في الفرن. طبعا انا بحب دايما حته الفرن. عايزين تقلوها اهي، وبنشفها كويس من الزيت بتاعها زي ما انتم شايفين اهي كويس، وبتبقى حلوه برده، بس الحكايه انها بتبقى معموله في الزيت بس، اصح من اي برده حاجه ثانيه ممكن ناخدها مقليه بزيت، لكن الاصح والاصح والحاجه التكات وسر الطعميه البيتي الدايت الصحيه اللي ما بتخنش وناكل منها براحتنا لغايه اما نشبع مع العيش الطري بالشوفان اللي احنا قلنا عليه ده مع شويه خضره جميله، يبقى احلى وجبه دايت عليكم. وكان الطعميه اللي نفسنا فيها وفي نفس الوقت ما كناش حاجه تتخن وعملنا كل حاجه في البيت زي ما انتم شايفين كده. يا رب تكون الوصفه بتاعت النهارده عجبتكم، واتمنى ان انتم تجربوا وصفه الطعميه البيتي الدايت الصحيه وتقولوا لي رايكم فيها، ولو نفذتوها نزلوا لي تطبيقاتكم او صوروا شكل الطعميه البيتي في الفرن الصحيه اللي عاملينها وحطوها لي على صفحه الفيس هناكل ونخس وصفات دايت حلو وحادق. مع تحيات ميس عبير سمير. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو ده، ولو اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تضغط على كلمه اشتراك او سبسكرايب وتفعل علامه الجرس عشان توصلك كل الوصفات الصحيه الجميله.